سلام لي زومبيسي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنت هنا يا ربي تكونوا كاملين. بلاتي انت بارفانا صحاباتي يستاهلوا انني نبان ليهم وانا مبارفيانا. هلاو مي زومبيسي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنت هنا يا ربي تكونوا كاملين كاملين في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، اليوم جايه لكم بواحد البشره ساره بخصوص شيئين. كنظن بكثرت ما كنلقى لي بوست في انستغرام على شيئين، كنظن ان المغرب كامل ندوز كوموند في شيئين. انا من الناس اللي مدوزه دو كوموند كيف سبق لي وقلت لكم، وانسام اللي صافا عليهم. الاولى كنظن 600 درهم والثانيه واقيلا 500 درهم. المهم انها واحد لاصوم اللي صافا عليها. حتى انا من الناس اللي كيف قلت لكم انني قبل الكونفينمون كنت من وقيله شي مره ولا جوج شي حاجات اللي هي بسيطه غير ديال هكا خربيقات وصافي. ولكن من بعد هذيك الضجه اللي نات على شي زوينه ولاو البنات كيدوزوا بزاف لي كوموند، قلت ايمان بوكو با كيخرج من جماعه غير الشيطان. جربي ما عرفتي قلت علاش لا. دونك دوزت لا كوموند الاولى والكوموند الثانيه وباقي ما وصلونيش، باقي ما وصلونيش. دونك كيف قلت لكم انني كندور دائما في عند البنات في الانستغرام اللي تيدوزوا لي كوموند، وبغيت نعرف شنو هو السبب. لكم الاخبار، المشكل اللي كاين حنا كنا الناس اللي دوزوا واقيلا في واحد الوقيته، دوزت انا في 11 شهر 5 ملي كنتبع كيعطونا واحد لو كود وكنديروا داك السويفي باش كتعرفوا بحال ملي كدوزوا في اي بلاصه بحال مثلا جوميا. الناس اللي مولفين كيدوزوا في جوميا كيقولوا لكم فين وصلت لا كوموند ديالكم. بالنسبه لي انا الاولى باقا ما خرجاتش، والثانيه باقا عند في ديدوانمو، يعني باقا عند الديوانه، يعني حبسه عند الديوانه. بغينا نعرفوا شنو المشكل، واش ضروري خصنا نخلصوا عليهم، واش ضروري يعيطوا علينا باش نخلصوا. بحال دابا انا من الناس اللي جاكسبت فلوس مشاو جاكسبت، بحال دابا عيطوا ليا ويقولوا لي تخلصي واحد 10% ولا 20% غادي نقول كتابت عليا نخلص واحد شويه وناخذهم. مي دابخي المصادر مي على حسب ما تيقولوا هما، المشكله ماشي في الديوانه ديالنا، المشكله في شيئين بحد ذاتها. المغرب في 2020 قالوا لهم انهم خصهم يخلصوا الضريبه، لان العدد ديال لي كولي اللي تيدخلوا من لاشين واحد العدد، ولا اللي كيدخلوا من شيئين حنا بقاو غير في شيئين واحد العدد اللي هو مهول، خاصهم ضروري يخلصوا عليه الضريبه واحد لو بورسونتاج. ما بغيتش نعطيكم واحد العدد اللي انا ما متاكداش منه، واحد لو بورسونتاج اللي خصو يتخلص للديوانه المغربيه باش يبقاو يدخلوا لهم. قال لك دوبي 2020 وما بداوش كيخلصوا. دونك الديوانه بداو كيحبسوا لهم هادشي، يعني عطاوهم عامين والو. مور هاد المشكل الناس بداو كيديروا لي ريكلاماسيون لي ريكلاماسيون. دونك صيفطوا واحد كيف كنقولوا واحد لو ديليغي ديالهم صيفطوه للمغرب، وقال لك جا مني وراوه الكونتيتي ديال لي كولي، وقالوا لهم داك داكشي اللي صيفطوا لهم على اساس ان خاصهم يبداو يخلصوا الضريبه كجميع لي سيت ايتو. قال لك ما بغاش وما هضرش معاهم بطريقه زوينه ايتو مشى، يعني داكشي بلوكي. المشكل ماشي في الديوانه المغربيه، المشكل في شيئين ما بغاش تخلص ما هو عليها. هادشي ما يقال على لسان البنات اللي تيدوزوا لي كوموند، لانهم قال لك كاينين الناس. بالنسبه لي انا مثلا هذيك لاصوم راه كتبان مهمله دوفون بزاف ديال الناس اللي هذيك هي طرفه الخبز ديالهم. كاين الناس اللي عندهم محلات كيجيبوا السلعه، كاين اللي وحده لي 20 مليون 10 المليون. يا ربي تفك الضيقه على الجميع يا سيدي ربي. صراحه انسان اللي هي كبيره والانسان اللي كيكون يلاه بادي والمشروع ديالو ربما دوك الفلوس مسلفهم ربما. المهم يا ربي يا ربي تحل هذا المشكل. ف المشكل كيف يقال من شيئين ماشي من المغرب. كاين عاوتاني واحد الفيرسيون واحده اخرى، يقال ان واحد السيده بغات دير واحد البلاتفورم هنايا في المغرب باش تبقى تبيع لي مارك ايتو. دونك هي كانت سبب انها بلوكات داكشي، ولكن هذه كتبقى غير فرضيه. اما الحقيقه دابخي الناس اللي كيقولوا هي هذه لا بروف ان بزاف ديال لي سيت وحدين اخرين كيكومونديو منهم الناس وكيجيو وكيدخلوا، لان لي زوتر سيت كيخلصوا ما عليهم العكس ديال الشيئين. يا يعني نورمالمون ماشي حنا اللي خصنا نخلصوا، خاص هما يخلصوا. يعني داكشي كيكون مزيد في الثمن على حسب التي فيا وعلى حسب المهم داكشي هما اللي تيعرفوه اللي كيديروا التصدير والاستيراد كيكونوا عارفين كومون سا سباس. اما حنا ما غاديش نعرفوا، حنا غير دوزنا اون كوموند وصافي وحلات لينا. بون هادشي اللي كاين هادشي اللي سمعت. والخبر الزوين اللي جايه نقول لكم ان بالنسبه للناس اللي دوزوا لا كوموند ومازال ما خرجاتش من لاشين غنبورساوهم، رجعوا لهم الفلوس ديالهم. دابا بشوي بشوي كيرجعوا الناس الفلوس ديالهم. باغ كونطخ الناس اللي لي كولي ديالهم بحال اللي انا لي كولي ديالهم باقي محبوسه عند الديوانه، فقال لك غادي يبداو يصيفطوهم لكل واحد بشويه بشويه. هذا كنتمناها يا سيدي ربي يا كريم. انا صراحه
كنت فاقده فيهم الامل، ولكن من بعد ملي بديت كنسمع هاد الهضره بدا ثاني الامل كيرجع، وكنبقى نطلع على دوك لي زارتيكل كو جي كوموندي. قبل ما يوصلوني لي زارتيكل بغيت نقول غير حنايا ملي كنشوفوا كل شيء طايع على شي حاجه حتى حنا كنمشيو نديروها بنفس الثمن، بنفس الثمن ديال داكشي كامل اللي كاين تما نقدروا نلقاو هنا في المغرب، لان بيني وبينكم راه ما تكونش ديك لا كاليتي واو. تقدر يكونوا شكيلات ما كاينينش في المغرب، اوني توتا في داكور، مي بالنسبه لا كاليتي، لا كاليتي الا بغينا لا كاليتي خصنا نعطوا عليها الفلوس. بالنسبه لي انا هذاك الشيء اللي شفت مؤخرا ملي مشيت لي بوتيك ديال المعارف كيبان لي داكشي اللي كاين كلهم كاين عندهم، تقدر تكون هنا زيد 20 درهم 10 دراهم 30 درهم 50 درهم دو بلوس، مي داكشي كامل اللي بان لي تما ولا بحال دابا دوك لي ساك اللي خديت انا بانوا ليا والله اعلم. بحال عاوتاني دوك لي باي اللي خديتهم اللي خديتهم من عندهم يا ربي وصلوا لي نوريهم لكم، لقيتهم في سي فري كو هما عندهم شويه رخاص، لقيتهم في مينيسي وكنت خديتهم منهم، كاين هذوك المعلقات الصغار داكشي دوغي وداكشي هكا كيوت وزويون حتى هما لقيتهم. دونك قبل ما نشريو وقبل ما نبقاو نتسرعوا تنشوفوا بعدا داكشي واش كاين هنا، وحتى الا كان هنا معليش لزنا واحد شويه وتكون شي حاجه اللي هي سور. انا من الناس اللي ولفت العكس بزاف وليت كنكوموندي تقريبا بزاف ديال الحاجات كنكوموندي من الانترنيت، اي حاجه بغيت بلاطو بغيت اي حاجه كنقول في عطمه نمشي مثلا لدرب عمر، مثلا حنا نهضروا على درب عمر، في عطمه نمشي لدرب عمر الا مشيت بوحديتي كاين مشكله ديال ستاسيونمون ولا خاصني شي وقت اللي بالضبط نكون انا وراجلي مسالين، واحد يبقى في الطوموبيل والاخر يبقى كيدور، راكم عارفين كازا البروبليم ديال ستاسيونمون. سبت وحد الا ديت معايا الدراري باش غادي نمشي تما وباش غادي الدراري يبغوا يخرجوا خصك ديمي تغداو هنا وهنا وهنا، كنقول انا داك الفرق اللي مثلا انا غنربح مثلا 50 درهم في لارتيكل مثلا كنهضر على لي زارتيكل الكبار، راه هو هذاك اللي انا فاش غادي نمشي غتخصص ليه في الكاربيغون، الاعصاب ديالك فين تبقاي فين تستاسيوني معاك الدراري الصغار تيبرسطو ما يخليكش تاخدي اللي بغيتي، بزاف د الحاجات اللهم نكومونديها وتجيني. مي سي فغي ملي كتكوني مشيتي لشي ماكازان كتشوفي بعينك تعرفي لا كاليتي، كتشوفي القياس، انا شحال من حاجه كومونديتها كتبان كبيره مني وصلت عطيتي صغيوره فريمون صغيوره اللي صدماتني. مي كنقول معليش كتبقاو دي زيكسبيريونس ابتداء من دابا وعلينا ولا كنا اللي ما نبقاش نعاود فريمون ما نبقاش نعاود. كنتمنى يا ربي يكون هاد الهضره اللي سمعناها وانهم غيبداو اعطي على صهد واو على صهد انهم غيبداو يليفريونا وان حنا اخيرا غنتوصلوا داك الشيء اللي كنا كنحلموا به، وخا زعما انا ما كومونديش شي حاجه اللي كنظن ما وصلاتنيش ما غتغير حتى شي حاجه في حياتي، مي بون كنتمنىها توصلني. كنت فاقده الامل كيف قلت لكم ولكن دابا رجع لي الامل، جيسبيغ انني نكون نورت نورتكم ولا عطيتكم امل من جديد بالنسبه للناس اللي دوزوا دي كوموند. كانت معكم ايمان، جيسبيغ ان الفيديو تنال الاعجاب ديالكم، نتلاقاو في فيديو احسن من هذه اكيد. تشاو تشاو.